اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج جوله اوروبيه. رح نتعرف في حلقتنا اليوم على دور الاتحاد الاوروبي في دعم برامج التمكين الاقتصادي في فلسطين. التمكين الاقتصادي في اي دوله مهم لانه بيساعد في تحسين مستوى المعيشه، مشان هيك بدعم الاتحاد الاوروبي النساء واصحاب الدخل المحدود. من ابرز هاي المشاريع مشروع كرامه للتمكين الاقتصادي واللي يعنى ببناء بيوت بلاستيكيه فوق اسطح المنازل وتدريب النساء على المهارات الخاصه بالزراعه العضويه. تبلغ قيمه المشروع حوالي 800,000 يورو وبتتنفذ في 5 مخيمات جنوب الضفه الغربيه اللي هم مخيم الدهيشه والفوار والعزه وعايده والعروب، واللي ببلغ عدد سكانهم 41,000 لاجئ. واليوم راح اخذكم جوله على مخيم الدهيشه في محافظه بيت لحم. في مخيم الدهيشة بعيش 15,000 لاجئ وبيستفيد من مشروع كرامة في المخيم 60 أسرة لحد الآن. كرامة بلش في بداية 2017 ورح يستمر لحتى 2021، وخلال هاي السنوات الأربعة رح يتم إنشاء 220 دفيئة زراعية فوق أسطح البيوت. وهلأ رح أحكي لكم كيف الآلية بتتم. بيبدو الناس بالتسجيل للمشروع وبيتم اختيار الأنسب منهم، بعدين بيتم تنظيم دورات مع مهندسين محترفين، وبعدها تركيب بيوت بلاستيكية إلهم. بعد عملية الزراعة بيتم تنظيم دورات زراعية ورحلة تعليمية بالإضافة إلى عمليات تدوير المنتجات الزراعية لمنتجات غذائية. أثر هالمشروع كبير، فالمستفيد بيصير عنده خضرة عضوية وبينتج من 2 إلى 3 كيلو يومياً، والفائض بيتم بيعه. بعد انتهاء المحصول بيتم خلع الزرع القديم للبدء بعملية زراعة جديدة بعد فترة قصيرة. لهون بنكون مشاهدينا وصلنا لنهاية جولتنا لليوم، بس قبل ما نختم بدي أذكركم بسؤال الحلقة اللي بتقدروا تجاوبوا عليه عن طريق الفيسبوك لتربحوا 3 جوائز قيمة كل جائزة 100 يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وسؤالنا لليوم: كم هي المساحة التي تغطيها الغابات في الاتحاد الأوروبي؟ بشوفكم بكرة بحلقة جديدة مني أنا رينات خشان، إلى اللقاء.